السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين شيوات أم العربي، اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الحرشة، حرشة عائلية كبيرة بحال اللي كتباع في المحلات بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة. غادي نحتاجو هنا درت 100 غرام ديال السميدة رقيقة، اللي غندير معاها نص كأس ديال زيت المائدة. أنا غادي نعطي المقادير والطريقة في نفس الوقت، وغادي نحتاجو معاهم واحد جوج معالق كبار ولا غير معلقة على حسب الذوق نتومايا ديال السكر سنيدة، واحد المعلقة ديال السكر سنيدة، وغادي نبسهم مزيان حتى ترمل لينا هذيك السميدة بالزيت بحال هكا. نخلطهم مزيان حتى تلبس لينا السميدة كاملة بهذيك الزويته بحال هكا، تدخل لينا فيها كامل. دابا غادي نقص من هاد القياس واحد الكميه اللي غادي نطيب بها بحال هكا. نقصت هاد الكميه اللي غنطيب بها من بعد. دابا غادي نضيف هذاك الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه هو 7 غرام، وغادي نجمع بالماء، الماء غير بارد وممكن تعجنوه حتى بالحليب بارد. انا غادي ندير غير الماء، الماء هنا اللي غادي يجمعها لينا. والحرشه الا بغيناها تنجح معنا ما ندلكوهاش، يعني كنخدموها غير باطراف الاصابع بحال هكايا حتى كتدخل لينا فيها. غادي نزيد الماء، انا ما كفانيش، هنا زدت الماء. صافي بحال هكا كيف كتشوفوا، هذا هو لاستوس عشان الجاريه يعني كتكون مرخوفه بحال هكايا. غادي نخليها دابا واحد 5 دقائق على ما تسخن ليا المقله، غنمشي ندير المقله ديالنا تسخن وغادي نتلاقاو من بعد 5 ديال الدقائق. كيف كتشوفوا من بعد ما مرت 5 ديال الدقائق هانتو كي كتكون مرخوفه، خديت هاد الطاوله اللي كنقرص فيها انا ودرت فيها نص ديال الكميه ديال ديك السميده البسبسه اللي خليت، وغادي نقرص فيها هاد الحرشه ديالنا. وممكن نتوما هاد العمليه ديروها مباشره في المقله، انا هاد العمليه ما تنديرهاش معاكم، وبزاف تيقولوا لي علاش ما تديريهاش نشوفوها. انا غادي نقرصها قدامكم ونحاول هاد الشيء اللي في الجناب نقرصها ونقاد الجناب بحال هكا، بحال ملي كنكونوا مقرصو في الخبز بحال هكا. انا غادي نكملها نقرصها ونقادها ونتلاقاو. المقله ديالي درتها كتسخن، خاصها المقله تسخن مزيان وعاد نقصوا البوط. دابا غادي ندير فوق منها هاد السميده اللي خليت نص درته من التحت ونص درته من الفوق، كنقرص وكنقاد ليها الوجه. هذا حطيتها بحال هكايا. دابا انا قرصتها كيف كتشوفوا، ها هي باينه، كنقاد لها غير في الجناب، وغادي نمشي غادي نطرحها فوق يعني غادي نرميها فوق المقله، المقله اللي كتسخن ليا طبعا. ها هي مقاده كيف كتشوفوا، غنديرها طيب وغنتلاقاو. الحرشه ديالنا كيف كتشوفوا هي هذه، انا راه درتها عائليه كبيره قد اللي كيبيعوا في المحلات. كيف تتشوفوا هنا قرصتها في المقله ديالنا، انا عندي المقله كبيره معولاني كندير وحده، درت وحده كبيره. دابا غادي نخليها اول حاجه من رميتها غادي نجي للوسط وغادي ندير واحد الثقب في الوسطات بحال هكايا واحد جوج باش ما تبوط ليناش الحرشه وتنفخ.
بحال هكا انا درت ثلاثه بحال هكا لان الحرشه كبيره. دابا غادي نخليها كطيب، وكل مره تندورها يعني باش طيب لي الجناب كاملين، والعافيه تكون المقله سخونه من قبل لكن العافيه متوسطه. غادي نخليها طيب ومن بعد غادي نقلبها للوجه الاخر، وغادي نقلبها معكم باش تشوفوني مني غادي نقلبها، وغادي نكمل ليها الطياب. هانتوما كي كتشوفوا مني درت هاد الثقبات بدا تيخرج البخار، يعني ما يخليش لينا الحرشه ديالنا يوليو فيها هذوك تبوط لينا، يعني يوليو دوك الفقاعات. هنخليها طيب من التحت وغادي نتلاقاو من بعد. الحرشه ديالنا ها هي مني قلبتها انا حتى قلبتها بعدا تفكرت. المهم هذا هو الاطار، كنحطو فوق من هكا وكنقلب، كناخذ شي زيف وكنهز به المقله ديالنا وتنقلب وكنعاود نحطها بهاد الاطار بحال هكا ونحطها. هذه هي الطريقه كتشوفوا هي بدات تتحمر، كنبقى ندور فيها حتى هي. واخا حجم عائلي راه تجي سهله، يعني غير تبعوا الطريقه بحال هكا. كنبقى نحمر فيها حتى غادي تطيب لينا من الجناب كاملين، وغادي نقدموها بالصحه والراحه. الحرشه ديالنا هي هذه، مني طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها، تتجي ناجحه 100% وكتجي تماما بحال ديال المحلبات. اللي عجبات الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بود، والى وصفه قادمه بحول الله.